استاذن حضرتك، انا باسف لمقاطعه حضرتك، بس خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكبير الكبير والنجم والاسطوره احمد صلاح. اتفضل يا كريم. بجدد عليك يا كابتن هيثم، برحب بيك طبعا في البدايه وبكل جمهور النادي الاهلي. هم دول لعيبه النادي الاهلي مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الامور، لكن شخصيه النادي الاهلي بتحضر. انا معايا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد صلاح. ببارك لك كابتن احمد. دموع غاليه جدا كابتن محمد مصلح الحقيقه، يعني ضغوطات كبيره جدا في الاول عايز اتكلم عليها، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه بنبان روح الفانيله الحمراء بانت. حابب تقول الميدو الاول قبل الفريق وقبل النادي الاهلي؟ اقول له انت تستاهل كل خير، تعب كتير الفتره اللي فاتت وكان علينا ضغوطات كتير من كلام كتير من ناس كتير، ان الفرقه كل سنه نفس الكلام، الفرقه عجزت، الفرقه كبرت، ما فيش تجديد، ما فيش مش عارف ايه، كلام فاضي كله. لكن الحمد لله احنا الحمد لله الفرقه رجاله وعارفه كل الكلام ده كله كلام ملوش لازمه، احنا بنرد في الملعب الحمد لله رب العالمين. بعد ماتش خساره بتروجيت الناس كلها هجمتنا، ولكن بصراحه ربنا مجلس الاداره والجمهور النادي الاهلي ساندنا بشكل كبير جدا جدا جدا، والحمد لله هي دي العوده، والحمد لله رب العالمين كرمنا النهارده بماتش 3-0 وصدرنا الدوري تاني كالعاده، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. بس جامد احسن لعيب افريقيا في مصر والله. تقول له يا عبد الله على الروح الكبيره دي الاول، لان انا معايا قامتين كبار جدا الناس بتتكلم في عبد الله واحمد، لكن انتوا بتثبتوا فعلا النادي الاهلي بمن حضر في اي وقت في اي توقيت. طبعا احمد اخ قبل ما جوه الملعب 20 سنه، لعيب كبير قوي والله، يعني احسن لعيب في افريقيا بسم الله ما شاء الله عليه، موهبه واحترام واخلاق، ربنا يبارك له ويخليه لاسرته الكريمه ويحفظه دايما ويدوم المحبه والصداقه بيننا.